ايش هذا الحرف؟ صوت علي. الف بطل. يلا يا شاطر شوي شوي. يلا اللي بعده هون. بعده. يلا يا بطل. احسنت يا شاطر. همزيك تبع السويضة. بدك تنخطط البابا. يلا معلش معلش. وصلها وصلها من فوق. ايوه بطل. يلا بعد بعد هون. يلا احسنت يا شاطر. ألف. ألف. يلا بعد هون. ألف. أحسنت. يلا اللي بعده. ألف. بطل عبودي. يلا اللي بعده. ألف. أحسنت. يلا أشواي. أنا. أرنب. يلا بطل. أحسنت يا بطل. يلا اللي بعده. بطل. دخلت الشياطين أنا. تمام يا أبوي. تعالوا في حال مثلا كان الطفل لا يستطيع الكتابة، يعني نحن من نقط له الحرف بهذا الشكل. يلا يا عبد الجبار امسكك بايدك، ونساعد الطفل، ونقول له نرسم معه الحرف بهذا الشكل. تمام، مرة مع مرة بإذن الله تعالى سيعتاد وسيستطيع الكتابة بشكل جيد. يلا ارسم لون واحد هون تاني. ارسم لون واحد النقاط. بطل. يلا شاطر عبودي. يلا ارسم من همزة على السوا. ايوه بطل. هيك الالف يعني بينكتب. تمام، من ابو سيد بابا لقاه صغير فبدي يطوله شوي. شاطر شاطر شاطر. يلا كما لاحظتم اخوتي اخواتي اهالي اطفال التوحد، كيف استطاع عبد الجبار بفضل الله سبحانه وتعالى ان يرسم حرف الالف بالشكل الصحيح. حقيقة اعتمدت في بداية الأمر مع عبد الجبار على السبورة، اعتمدت طريقة الكتابة على السبورة لأنني وجدت الطفل يرتاح نفسيا أكثر من الكتابة على الدفتر، وخاصة في بداية الأمر، لأن أطفال التوحد يعني تحب هذه الطريقة من التعامل، يعني يجب أن تكون نفسيتهم مرتاحة لكي يقوموا بالتمرينات والتدريبات على الشكل الصحيح، لذلك يجب علينا الانتباه إلى هذه النقطة. كذلك كما لاحظتم في مقطع الفيديو استخدمت الحروف المنقطة، كنت أكتب له الحرف منقط في بداية الأمر ثم أترك له في الأسفل فراغ أو فراغين بدون تنقيط لكي يقوم يعني بالكتابة على الشكل الصحيح، يعني يعرف ماذا نريد منه أن يفعل. وكما لاحظتم بفضل الله تعالى استطاع، يعني أعطيته مثال على حرف الألف، أيضا الأرنب استطاع كتابة الأرنب بالشكل الصحيح ضمن المربع المرسوم له. يعني يجب على كل الأهالي استخدام هذه الطريقة لأنها مفيدة مع أطفالهم، بإذن الله تعالى سيجدون نتائج إيجابية ونتائج جيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا يجب علينا التركيز على نقطة مهمة في بداية تعليم أطفالنا الكتابة، يعني الطفل لا يعرف ماذا عليه أن يفعل. نرسم له الحرف بشكل منقط، وإن لم يكن يستطيع الكتابة يعني نحاول أن نمسك يده مع القلم ونكتب معه ونرسم معه الحرف بالشكل الصحيح لكي يعني يعرف ماذا نريد منه أن يفعل، مرة ومرتين وثلاثة وربما يوم ويومين وثلاثة وأكثر. يعني طفل التوحد بحاجة إلى التدريب لكي يستطيع أن يخطو بالشكل، يعني أن يخطو الخطوات الصحيحة نحو التقدم.
هذه النقطة كمان مهمة لازم الأهل ينتبهوا عليها.